إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بيّن الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق بهواه، وأن كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من القرآن الكريم أو من سنته المشرفة فهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة إحدى الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه التي تدل على أن السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ونجد النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يخبر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بكذا، ويكون هذا أمرا من أمور السنة وليس مذكورا في القرآن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذا الحديث: تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، هذا ليس آية في كتاب الله، ولكنه حديث أوحاه الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والفتنة في القبر هي الامتحان، أن يسأله منكر ونكير، وهما ملكان يبعثهما الله تعالى فيجلسان العبد ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. ففتنة القبر أوحاها الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة، وهذه الفتنة فتنة عظيمة شديدة مثل فتنة المسيح الدجال في شدتها. فهذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وليس هو في القرآن الكريم، وإنما هو في السنة. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره في قصة رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وعليه جبة وهو متضمخ بخلوق، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة ومتضمخ بخلوق أي بطيب،
غشي على النبي صلى الله عليه وسلم وثقل بدنه وجعل يهط، وهي صفة النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يوحى إليه الوحي. إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت له يعني مظاهر محسوسة، فكان إذا أوحي إليه عليه الصلاة والسلام يكون كأنه مغشي عليه ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، حتى لو كان يوما شديد البرد يتفصد جبينه عرقا ويثقل بدنه الشريف إذا كان على الناقة، تبرك الناقة ولا في الأرض ولا تستطيع أن تحمله، وإذا كانت مرة كانت رجله عليه الصلاة والسلام تمس فخذ زيد بن ثابت، فلما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام قال زيد: كاد فخذي أن يرد، يعني أن ينخلع من مكانه، واجتهد أن يحرك رجله من تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما قدر على ذلك من ثقل بدن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سري عنه عاد إلى طبيعته عليه الصلاة والسلام وأخبر بما أوحي إليه. ففي ذلك الموقف لما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم سري عنه قال: أين السائل آنفا؟ وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الطيب في الإحرام، قال: انزع جبتك واغتسل، إلى آخر الحديث، ولم يكن هذا الوحي شيئا من القرآن. فإذا السنة هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن وحي من عند الله عز وجل. وذلك أن الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون تقريرا، فمن السنة ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، يأتيه جبريل عليه السلام ويخبره بأمر، قال: إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى جبريل في قلبي: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وهذا كله في السنة، وهو وحي من عند الله تعالى يأتي به جبريل عليه السلام. والقسم الثاني من السنة يكون وحيا تقريريا، يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يقوله فيقره الوحي عليه فيكون وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل مخاطبا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فيقول سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فذكر الله سبحانه أنه يتلى في بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن شيئان: آيات الله والحكمة. والحكمة كما فسرها الإمام الشافعي رحمه الله قال: قال كل من أدركت من أهل العلم قالوا الحكمة السنة، الحكمة السنة. فالسنة هي التي تتلى في بيوت أمهات المؤمنين كما يتلى كتاب الله سبحانه وتعالى. أي شيء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعله في بيته فهو الحكمة التي هي السنة. فأمر الله تعالى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أي يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله أي القرآن ومن الحكمة أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبين سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم يحتاج إلى السنة المشرفة في تبليغه، فقال وتبيين مراد الله سبحانه وتعالى منه. فقال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى نزل الذكر أي القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أي لتبينه لهم في سنتك المشرفة. فلا يمكن لأحد أن يفهم القرآن الكريم إلا عن طريق بيان السنة للقرآن. ولهذا لما سمع عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو أحد أئمة السنة
وأحد أئمة المسلمين الكبار رحمه الله سمع رجلا يزعم أنه يكفينا ما في القرآن وأنه لا حاجة إلى السنة، فقال له عبد الله بن المبارك: إنك لأحمق. قال: إنك لأحمق، أين تجد في كتاب الله أن الظهر أربع ركعات لا جهر فيهن؟ وأين تجد في كتاب الله صلاة كذا؟ وذكر الصلاة وذكر الزكاة، يعني ثم بين له أنه يعني لا يمكن فهم القرآن إلا عن طريق تبيين النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم في سنته المشرفة. فالسنة تفسر القرآن وتخصص عمومات في القرآن الكريم وتزيد أحكاما على ما في القرآن الكريم. فنجد مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى لما ذكر الله عز وجل من يحرم الزواج بهن من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية الكريمة. فذكر الله سبحانه وتعالى النساء اللائي يحرم الزواج بهن، فلم يذكر من المحرمات من الرضاع إلا صنفين فقط. قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب، بقية المحرمات من الرضاعة، بقية المحرمات من الرضاعة كما لو أرضعت زوجته، أرضعت زوجته وهي في عصمته طفلة فهي تكون بنته من الرضاعة، وعمة الإنسان من الرضاعة وخالته من الرضاعة. هذا كله ليس مذكورا تحريمه في القرآن، بل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال في آخر الآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل من عدا المذكورات يباح الزواج بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال: ونهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا كله ليس في القرآن الكريم، بل ظاهر القرآن أن ما عدا من ذكرنا من المحرمات أنه يباح الزواج به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك في سنة. لما حرم الله تعالى الميتة والدم: حرمت عليكم الميتة والدم، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبيحت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. مع أن هذا مما يدخل في المحرمات في الآية الكريمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه وأباحه في سنته. ثم إن الصلاة وتفصيل عدد ركعاتها وعدد الصلوات في اليوم والليلة وأحكام الزكاة والحج وغير ذلك، هذا كله مما يحتاج فيه إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يوشك رجل شبعان ريان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المضلين الذين كثروا في هذه الأيام في الإذاعات والصحف وغيرها، ممن يزعمون أنه يكفينا القرآن وأنه لا حاجة إلى السنة. فهؤلاء أئمة الضلال، ولا يمكن بحال العمل بالقرآن الكريم بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر القرآن الكريم وتبينه وتوضح لنا مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما حدث بحديث لعن الله الواشنة والمستوشنة والواصلة والموصولة إلى آخر الحديث،
قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت امرأة يقال لها أم يعقوب قالت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فلم أجد فيه ما تقول. قالت له: يعني كيف تقول إن لعن الواشمة والمستوشمة في كتاب الله وإني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فلم أجد فيه ما تقول؟ قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في سنته المشرفة فإنه يكون منهيا عنه بنص القرآن الكريم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في نحو 80 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يذكر الله تعالى: أطيعوا الله، يأتي معها وأطيعوا الرسول، فهي قرينتها في كتاب الله تعالى. لا يأتي الأمر بطاعة الله تعالى إلا مقرونا بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يطاع الله سبحانه إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، تثار شبهات في بعض وسائل الإعلام ويثيرها بعض الجهال المضلين حول سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها زعم بعضهم أنها لم تكتب إلا بعد قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالصحيح، فقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب يكتبون له الوحي، وكتب الصحابة رضي الله عنهم كثيرا من السنة المشرفة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله في صحيح البخاري وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فكان لعبد الله بن عمرو صحيفة كتب فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني نقل عن أكثر من 20 صحابيا رضي الله عنهم كتبوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منهم أبو بكر ومنهم عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وآخرون رضي الله عنهم وأرضاهم كتبوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام سنته المشرفة، ولكن لم تكن السنة كلها مجموعة في كتاب واحد، وإنما بدأ جمع ذلك وتدوينه في مرحلة لاحقة، لكن كل ذلك حصل في يعني في فترة قريبة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثيرون شبهة حول أبي هريرة رضي الله عنه وكثرة مروياته رضي الله عنه. ذكر أهل العلم أن مرويات أبي هريرة رضي الله عنه لما جمعت وأحصيت وجدوا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث و300 ويعني وبضعة أحاديث، ثم لما نظروا في هذه الأحاديث فوجدوها بغير تكرار نحو 1500 حديث، يعني هي 5300 بالمكرر، أما بغير تكرار فهي نحو 1500 حديث. وأبو هريرة رضي الله عنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات من أول العام السابع إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في أول العام الحادي عشر، فلزم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات كان فيها ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام لا يفارقه، لم يكن له زوجة ولا ولد ولا عمل، وكان يكتفي بما يطعمه النبي عليه الصلاة والسلام من شيء يسير، ولازمه على شبع بطنه رضي الله عنه وأرضاه، لم يفارقه سفرا ولا حضرا 4 سنوات كاملة. ف 1500 حديث عندما تقسمها على 4 سنوات يعني بمعدل حديثين في اليوم، ف
فلو أن شخصا مثل أبي هريرة رضي الله عنه كان متفرغا خلال 24 ساعة ليس له عمل إلا أن يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ حديثين في اليوم، هذا لا يصعب على أحد الناس، فكيف بأبي هريرة رضي الله عنه وقد تميز بأنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينسى شيئا حفظه، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، فكان من بركتها أنه كان أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينسى شيئا حفظه. ثم إن أئمة الحديث تتبعوا مرويات أبي هريرة رضي الله عنه هذه 1500 حديث، فوجدوا أنه ليس فيها إلا حديث واحد فقط هو الذي انفرد به، كل حديث آخر يجدون له رواية أخرى، إما عن ابن عمر وإما عن ابن عباس وإما عن جابر وإما عن عائشة وإما عن غير، يعني هذه الحديث التي رواها لم ينفرد منها إلا بحديث واحد فقط، يعني حتى لو ألغيت مرويات أبي هريرة كلها وتركناها فإنه لن يضيع شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إلا حديث واحد وبقية الأحاديث موجودة من مرويات غيره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فأهل الضلال والبدع يهولون من شأن مرويات أبي هريرة رضي الله عنه ظنا منهم أنهم لو طعنوا فيها فقد يعني محوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الضلال. أئمة الحديث كانوا يرحلون في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبذلون الجهد العظيم حتى في سماع الحديث الواحد، فرحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، رحل إلى مصر ليسمع حديثا واحدا من عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه في مصر وسأله عن هذا الحديث، وهو حديث من قال بلغني أنك تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما على خزية ستره الله في الدنيا والآخرة. فأخبره عقبة أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفك رحله من البعيد وأخذ يعني متاعه وانصرف وألح عليه عقبة أن يجلس وأن يستضيفه، فأبى وأخبر أنه ما جاء إلا يسمع الحديث، سمعه وهو قائم على باب بيته ولم يفك رحله، وأخذ بعيره وقفل عائدا إلى المدينة هذه المسافة كلها ليسمع هذا الحديث الواحد. نفس الشيء فعله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بلغه أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فرحل من المدينة إلى الشام ليسمع هذا الحديث الواحد من عبد الله بن أنيس، سمع منه الحديث وعاد مرة أخرى إلى المدينة، هذا يبين حرصهم على الحديث ودقتهم وأمانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، واقتفى أثرهم التابعون من بعدهم وأئمة الحديث من بعدهم. كان الإمام أحمد رحمه الله يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، والمقصود هنا الأسانيد والطرق للحديث الواحد، كان يحفظون له أسانيد عديدة. وقائد يعني مما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل 60,000 مسألة فأجاب فيها من حفظه بحدثنا وأخبرنا رحمه الله تعالى. وكانوا من دقتهم في حفظهم كانوا يرتبون يعني تلاميذ الصحابة، مثلا أنس رضي الله عنه من أصحابه الزهري، وبعدين الزهري مثلا من أصحابه مالك وسفيان بن عيينة وفلان وفلان، فكانوا يقومون يعني قام الإمام أحمد وجماعة من أئمة الحديث كانوا واقفين على أقدامهم، ظلوا قائمين ليلة لأكملها يتتبعون حديث الزهري، وفلان يقول مثلا أصحاب الزهري مثلا مالك عن الزهري كم حديثا روى مالك عن الزهري، يقول مثلا عدد كذا من الأحاديث، يحفظونها حفظا، هذا روى عن فلان 27 حديثا، وفلان روى عن فلان مثلا 300 حديث، وهذا فيعدونها عدا، وإذا نسي واحد منهم شيئا ذكره الآخر، وظلوا قائمين على أقدامهم حتى
يعني طلع الصبح وهم يعدون الأحاديث ويسمع بعضهم بعضا. والإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ 600,000 حديث، وما وضع حديثا في كتابه إلا صلى ركعتين يستخير الله سبحانه وتعالى أن يضعه فيها. وقبل أن يضع كتابه رأى رؤيا أنه واقف ومعه مذبة يعني منشه التي يدفع بها الذباب يذب عن رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل المعبرين فقالوا أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من بركة ذلك وتأويله كتاب الذي وضع. وكانوا رحمهم الله تعالى يعني يقومون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستطيعون تمييز صحيحها من ضعيفها. لما قتل هارون الرشيد رجلا وضاعا كان يضع الأحاديث يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن سعيد المصلوب، فلما أتي به إلى هارون الرشيد فقال وضعت عليكم 5,000 حديث كيف تخرجونها؟ فقال له هارون الرشيد قال أين هي من ابن المبارك ينخلها نخلا ينخلها نخلا. وقال ابن المبارك له قال تعيش لها الجهابذة قال تعيش لها الجهابذة. وقطع عنقه وصلبه على الخشبة. فكانوا يعرفون هذه الأحاديث الباطلة ويحفظون الرواة ويدققون في أخبارهم رحمهم الله تعالى. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة يعني مأمونة ونقلها العدول وميزوا صحيحها من ضعيفها. فلا بد للمسلم من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن العمل بالقرآن إلا باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسمع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله.